وزهرات مسكرين الدنيا. شكلها ايه من الايام بفرنسا. هيدي فرنسا؟ نو اوتيروريزم. اي انها هول اختك شو هاد جسوي ويلي من وين؟ لاول مره بلبنان يسمح للمواطن الدخول الى مسرح الجريمه، لأنه هالجريمة ارتكبت على مسرح مونو، والمواطن اللبناني مدعو لمشاهدتها انطلاقاً من اليوم وصولاً ل15 تشرين الثاني. المسرحية بتحكي عن باحث فرنسي من جذور لبنانية جاي يعمل بحث عن صالة المسرح يلي بعدها موجودة ببيروت، لأنه ستو كانت أول ممثلة مسرح. ولكن بالليلة اللي بيوصل فيها بيطلع انفجار شارع مونو، ومثاقب هو كان بيكون بهيدا الشارع، وبينزت بالمخفر مثله مثل 5 أشخاص آخرين متهمين إنه هن زرعوا هالعبوة الناسفة. ولكن طبعاً الغلطة اللي بتصير بحق الأجنبي مش مثل الغلطة اللي بتصير بحق اللبناني. خبرتني العصفورة إنه صار لك حوالي أسبوع عم بتكذب بالحي بين الساعة 11 و12 بالليل. بوقت عم تشهد فيه الأعمال الثقافية بلبنان نكسة، بعض الكتاب والمخرجين اللبنانيين عم يكافحوا على طريقتهم لإبقاء المسرح على قيد الحياة. بلدنا أصبح مسرح جريمة بدل ما يكون هو مسرح الفن والإبداع. نحن اليوم عم نشوف تسكير لصالات مسرح، منا تهدم، منا تسكر، منا احترق، منا، وبالتالي هيدي حرقة بقلبي إنه اليوم ما يكون في مسارح ببيروت. مسرح الجريمة هي محاولة لإعادة الناس للمسرح ضمن تجربة مميزة وفريدة لا تخلو من المواقف المضحكة واللي معكوسة من الواقع اللبناني. هي كوميديا سودة أكيد بتستوحي من الواقع، لأنه اليوم ما فينا نغض النظر عن كل شيء عم بيصير حوالينا. الرسالة بتوجع، ولكن نحن عم نعالجها بطريقة كوميدية، لأنه الكوميديا حلو تكون هدافة وما تكون مبتذلة. المسرحية تضم 10 ممثلين بإطار إخراج جديد تعتمد بيتي توتال على خشبة مسرح مونو. بسرعة قوم عن مكتبة أنتوان وحجوز للمسرحية الكوميدية الجديدة ابتداء من 8 تشرين الأول. مسرح الجريمة، نص وإخراج بيتي توتال.